ازيكم؟ عاملين ايه النهارده؟ هعمل معاكم فراخ المتبله الحلوه دي. تمام، تتبيله مختلفه طبعا، مش تقليديه. تمام، اول حاجه ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناه لو مش مشتركه. تاني حاجه بقى، معانا مكونات ايه؟ معايا بصلايه كبيره، معايا ثوم وبابريكا وفلفل اسود وخل وكاتشب وملح بس، وطبعا الفراخ. ماشي، معلقة كده بابريكا واربع خمس فصوص ثوم كده وحبات بصلة كبيرة. تمام، طبعا الكميات بتختلف على حسب كمية الفراخ اللي عندك. تمام، هحط كده فلفل اسود. تمام ماشي، هقطع بقى البصلة وهحطها في الكبة برضو، وهحط عليها خل وكاتشب. ممكن تحط معلقة كاتشب كبيرة بس على الكمية دي، هتديها لون وطعم وهتختلف معاكي خالص. ماشي، بس كده. طبعا بتكوني نقعة. تمام، لازم اكون غسلاها طبعا وكده، وحطيت البصل وهحط الكاتشب، حط معلقة ومعلقتين خل، وهضربهم بقى في الكبة وهحشي بيهم بقى الفرخة كده بنجلت او هتبل الفرخة بنجلت واللحم كده وهشققها عشان التتبيلة تخش، وممكن تبيتها في التتبيلة بتبقى طعمها احلى. تمام كده، وحط معلقتين الخل، هغطي بقى وهضرب. تمام، تمام كده. انا كده ضربت البصل والثوم وكله. تمام، هوريكم بقى هعمل ايه في الفراخ. تمام، هنا بقى هشقق صدر الفرخة كده عشان التتبيلة تخش، ولو بيتيها فيها هتبقى احلى. تمام، هتبل كده، هحط في الصدر كده تحت الجلد، شايفين؟ بنحط كده، شايفين كده، عشان تبقى طعمها حلو متبلة ماشي. جربيها بقى كده وقولي رأيك فيها ايه. سهلة قوي ومش بتاخد وقت. ممكن تحطها بقى في الصينية وتحطها في الفرن كده، تولع عليها من تحت بس وتحطها في الفرن. ممكن تسويها على النار زي ما هعمل وتحمرها في الفرن بس. تمام، اعملي اللي انت عايزاه، يعني ده ينفع وده ينفع. ماشي كده، شايفين المنظر بقى كده. هكمل بقى، هشقق برضو، شايفين انا بحاول ادخل كله تحت الجلد عشان ايه؟ يبقى كله يبقى متبل. تمام، هتبل كده الحتة اللي ورا دي كده، وهسيبها في التلاجة بعد التتبيلة شوية على قد ما اقدر، يعني ما هحاول يعني اني ما اسويهاش على طول. تمام، شايفين انا بفتح كده وبشقق وبحط البصل كده اهو. البصل ده بقى خطير، وفي توم وفي كل حاجة. تمام كده اهو، هحاول افتح كده. هكمل بقى معاكم الكمية.
بص بقى انا كده تبلتها اهوت وهحطها بقى في التلاجة كده ساعتين ثلاثة على قد ما اقدر، يعني هسيبها في التلاجة كده هوطيها وحطها. انا كده تقريبا انا كده طلعتها اهوت، هتلاقوا حتى ال شايفين هو لسه سقعان اهو، لسه طالعة من التلاجة بقت حالا. هحطه بقى على النار وهزود له شوية مية، نص كوباية مية، تمام مستوي فيه بس. تمام انا كده حطيتها نص كوباية مية وكترت عليها لان الفراخ بتنزل. تمام فاول ما هتستوي هحطها بقى في الفرن احمرها. تمام والرز طبعا استوى كده، هو حمرت الفراخ تحت الشواية استوت خالص اهي وحلوة جدا ولونها شايفين تحفة. وعملت الرز جنبها، ممكن تقدمي جنبها بقى عيش زي ما انت عايزة. انا كده هو خلص شايفين بقى حلو اوي، ما خدتش وقت في السوا ولا وقت في التحمير. الكاتشب بالسعادة ان هي بتتحمر بيديها لون حلو اوي. جربوا بقى الطريقة دي وقولي رأيكوا فيها، يارب تعجبكم. هستنى بقى تعليقاتكم كده، ما تنسوش الاشتراك لو مش مشتركين واللايكات بقى وكده والشير. اشوفكم بقى في فيديو جديد.